أهلا بكم إلى الساعة الأخيرة، معكم فيها أنا فدا باسيل. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يعلن استراتيجية بلاده تجاه إيران ويطالبها بتنفيذ 12 مطلبا، فكيف كان صداها في طهران؟ بعد التصريحات الروسية بشأن القوات الأجنبية في سوريا، إيران تقول إنه لا أحد يستطيع إجبارها على الخروج منها. دبنة الليبية بين الحصار والنار، فماذا يجري فيها وما الذي يريده حفتر؟ ونختم مع توسع تحقيقات روبرت مولر بالتدخل الروسي وترامب يصفها بالسخيفة وأن وراءها دوافع سياسية. كونوا معنا. بوجود جون بولتون ومايك بومبيو في إدارة ترامب، يبدو أن الأمور ستتجه أكثر فأكثر نحو التشدد. في أول خطاب له كوزير للخارجية، قال مايك بومبيو إن بلاده ستعيد فرض العقوبات القديمة على إيران وستفرض أخرى جديدة ستكون الأقوى في التاريخ. كما طالب طهران بتنفيذ 12 شرطا لإبرام اتفاق نووي جديد. صدى استراتيجية بومبيو وصل إلى طهران التي قالت إن واشنطن تكرر ذات الأخطاء. عقوبات هي الأقوى على طهران. 12 مطلبا حددها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من إيران في أول خطاب حول السياسة الخارجية له. لن تخفف العقوبات، هدد بومبيو قبل أن ترى واشنطن تحولا ملموسا في السياسات الإيرانية. يجب أن يعلم النظام الإيراني أن هذه البداية. العقوبات ستكون مؤلمة إذا لم يغير تصرفاته الهدامة غير المقبولة التي اختارها لطريق يعود فيه إلى رابطة الأمم. ستكون العقوبات الأقوى في التاريخ. سيكون من الصعب أن يبقى الاقتصاد حيا، وستجبر إيران على اتخاذ خيارات أخرى. مخالب واشنطن لن تكون حادة إذا لم تستطع جلب حلفائها إلى طاولة عقوبات طهران. يسعى الأوروبيون إلى إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران، وأسبابهم لذلك متعددة، في مقدمتها المصالح الاقتصادية من وراء الاتفاق، مسعى لن يغير موقف واشنطن في الوقت الراهن. بإمكان واشنطن طبعا أن تنكر أن هناك هدف معين بتغيير النظام، ولكن في نفس الوقت يبدو يعني إذا ما قرأنا بين الأسطر بأن بالفعل هناك اتجاه نحو هذا الهدف. تقول إيران إن تصريحات الوزير الأمريكي تثبت سعي واشنطن لتغيير النظام الإيراني. الحلفاء الأوروبيون لهم دور هام في التعامل مع الولايات المتحدة، ولكن كما شاهدنا في الماضي هناك تاريخ حافل لإهمال واشنطن لمواقف وحتى لمصالح الحلفاء الأوروبيين. تنفرد واشنطن بقرار الانسحاب والعقوبات، وتريد اتفاقا يمنع إيران من تطوير أسلحة نووية وصواريخ باليستية بعيدة المدى، وتغيير طهران لتصرفاتها في المنطقة وشروط أخرى تدفع العالم إلى الانقسام ما بين مؤيدا للاتفاق ورافضا للخطوات الأمريكية، ورافضا للاتفاق ومؤيدا للخطوات الأمريكية. في أي ملعب الكرة الآن؟ واشنطن تهدد بعقوبات وبمسؤولية على من يواصل العمل مع طهران، والأوروبيون يسعون للحفاظ على اتفاق انهار أحد أعمدته بانسحاب واشنطن. أما الإيرانيون فيقولون إن موقف واشنطن يثبت سعيها لتغيير النظام في طهران.
الاتفاق النووي إذن في مهب الريح، بينما العيون مركزة على إيران والخطوات التي ستتخذها في المرحلة المقبلة. ريما أبو حمدية، تلفزيون العربي، واشنطن. ينضم إلينا من الدوحة الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية النزاعات الدولية في جامعة جورج ميسون، وهنا في الاستوديو نجاح محمد علي الخبير بالشؤون الإيرانية. أبدأ معك دكتور محمد الشرقاوي. دكتور محمد، ما مدى واقعية الاستراتيجية التي عرضها بومبيو اليوم تجاه إيران؟ أعتقد أن سقف الشروط والإملاءات الاثني عشر ربما غير منطقية، لأنها ليست باتجاه إعادة صفقة جديدة مع طهران بقدر ما هي رمي طهران والنظام الإيراني تحت الحافلة إلى ما يقترب من أزمة عام 79. ويبدو الآن أن هناك معضلة الآن في الأزمة الإيرانية التي ستصبح أكثر تصعيدا بسبب وجود ما يمكن أن نسميه بالإيكو تشامبر أو غرفة الصدى داخل واشنطن، حيث نلاحظ أن ترامب وبومبيو وحتى بولتون وكل اليمينيين أصبحوا يتحدثون مع أنفسهم. من أكثر من هذا، بومبيو اختار الهيريتج فاونديشن ليلقي هذا الخطاب اليوم، وهيريتج فاونديشن هي من مراكز التفكير اليميني التي تفتخر بأنها استطاعت أن تبلور نسبة 70% من سياسات ترامب في الوقت ذاته. الأوروبيون دكتور محمد، في يعني قبل أن نتحدث عن الجانب الأوروبي يفكرون فقط في المسار الاقتصادي. دكتور محمد، قبل أن نتحدث عن الجانب الأوروبي، بداية قال بومبيو بأنه سيشرك أو ستشرك الإدارة الأمريكية الكونغرس، يعني هل كل المؤسسات الأمريكية موافقة على هذه الاستراتيجية؟ قال بعكس ما فعل أوباما سنشرك الكونغرس الأمريكي. هذا أولا، وذكرتم بأنه لا تبدو واقعية، بومبيو أشار إلى ذلك، قال بأنها قد لا تبدو واقعية إلا أنها كذلك بالنسبة إلينا، ما يعني التمسك بها. بومبيو ينطلق من قناعة براغماتية بأنه يريد أن يكون ترامبيا 100%، ونعرف أن ترامب دائما يعمد إلى رفع سقف المفاوضات والشروط ليكسب المعركة فيما بعد، يريد دائما أن يكون هو الفائز في أي معاملية مفاوضات. الآن بالنسبة للموقف في واشنطن، ليس هناك اختلاف وجهات نظر داخل المؤسسة السياسية بين البيت الأبيض والكونغرس، بل أيضا حتى داخل الحكومة الأمريكية، وهناك كثيرون في الخارجية من غير بومبيو طبعا، وهناك أيضا جون ماتيس وبعض الشخصيات الرزينة المتعقلة التي تؤمن بأن الاتفاق النووي كان فعالا في كبح جماح إيران دون المضي قدما في تطوير النظام الصاروخي، وأيضا من ناحية أن هناك آلية دولية، آلية الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي قدمت 8 تقارير تؤكد الالتزام الإيراني بها. فيبدو الآن أعتقد أن ترامب يريد لا أن ينتقم فقط من الإيرانيين، بل أيضا يضيق الخناق على الأوروبيين إلى أبعد مدى حتى تنهار العملية برمتها ثم يعود إلى التفاوض من جديد. أتحول إليك سيد نجاح محمد، يعني استمعنا من الدكتور محمد الشرقاوي وهو يقول بأنه ترامب أو الإدارة الأمريكية ترفع السقف إلى أقصى حدود لتعود وتقدم تنازلات فيما بعد، ولكن ترامب هدد بالانسحاب من الاتفاق النووي ونفذ وعد ووفى. على ماذا تعول إيران عندما ترفض الاستراتيجية الأمريكية والمطالب الاثني عشر التي طرحها بومبيو؟ هي ليست مطالب، هي شروط تعجيزية. يعني صحيح بعدين هو ذكر إمكانية إعادة العلاقات والحديث عن رفع العقوبات، لكن هذه إملاءات لا تقبلها أي دولة. قال نحن منفتحون على اتفاق جديد، يعني ما الذي يمكن أن تقبله إيران من هذه الشروط إن افترضنا بأنه المحادثات تصل إلى تسويات؟ عادة تصل إلى تسويات، لكن مبدئيا إيران لا توافق على إجراء أي تغيير في الاتفاق النووي الحالي بشكله الحالي، وحتى الأوروبيين يعني كلهم أجمعوا على أن هذا الاتفاق هو الطريقة الوحيدة بل المثلى التي لا يمكن، لا يوجد لها بديل لكي يعني نقول أن إيران لا تنتج سلاحا نوويا. المطالب اللي ذكرها السبعة اللي تتعلق في موضوع النووي بعضها أصلا ليس له علاقة بالنووي، يعني موضوع الصواريخ التي تحمل رؤوسا نووية، هو عندما إيران تلتزم بعدم إنتاج سلاح نووي فمن الطبيعي أن أي صواريخ لا توجد
أسلحة نووية حتى تحملها رؤوس يعني مثلا نووية. صحيح أن الاتحاد الأوروبي لم يوافق على خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، ولكن الاتحاد الأوروبي أيضا منزعج ويعبر عن ذلك بشكل صريح وواضح فيما يتعلق بالصواريخ البالستية لإيران وفيما يتعلق بنفوذ إيران في المنطقة. هو أنا باعتقادي كل هذه الضجة هي لها صلة مباشرة بالصواريخ وبالنفوذ الإيراني في المنطقة وتحديدا الموضوع السوري. لكن هل مستعدة إيران لتقديم تنازلات في هذا الإطار؟ لا، أنا أعتقد وربما أكون جازما يعني من خلال معرفتي بالنفس الإيراني والمزاج الإيراني، وخصوصا الآن يعني بعد المفاوضات التي جرت بين إيران والأوروبيين وتوصلوا إلى بعض الآليات العملية التي من شأنها أن تحافظ على الاتفاق النووي، تأسيس بنك مشترك أوروبي إيراني، التعامل باليورو. موضوع إيران أيضا من جهتها أبرزت قدرة على إظهار شفافية فيما يتعلق بالمصارف الإيرانية. أعتقد أنه بالإمكان الإجراء أي يعني مفاوضات في ملفات أخرى إذا نجح الاتفاق النووي، لكن هم الآن يشاهدون ما المقصود بإمكانيات إجراء مفاوضات أخرى إذا يعني نجح؟ حتى فيما يتعلق بالدور الإيراني يعني مثلا في الموضوع السوري الموضوع خاضع للنقاش، من الطبيعي حتى أثناء المفاوضات التي جرت بين إيران وخمسة زائد واحد قبيل التوصل إلى الاتفاق النووي كان الاتفاق أن تفصل هذه الملفات وأن طيب. تبحث في مرحلة اللاحقة. ما الذي يدفعنا للوثوق بإيران؟ بالعكس يعني تماما. طيب وبالعكس تماما لو سمحت لي، يعني إيران وقعت الاتفاق النووي وكان على أساس أنه هذا الاتفاق النووي سيحد من توسع إيران في المنطقة ومد أذرعها في المنطقة، إلا أن ذلك لم يتحقق بحسب بومبيو. هذا لا يوجد، هذه هي الكارثة هنا، هذا ليس من بنود الاتفاق النووي، لا يوجد شيء له علاقة بالدور الإيراني في المنطقة، ولا يوجد شيء أصلا له علاقة بالصواريخ البالستية في الاتفاق النووي. الاتفاق النووي تقني محض له علاقة بالمنشآت النووية، هذا معروف، ولكن تأثيره ولكن التعويل على تأثيره غير المباشر بأنه جر إيران إلى حضن المجتمع الدولي، وبالتالي نعم. إيران ستتوقف عن التوسع أو عن مد أذرعتها في المنطقة. هو الاختلاف في التوصيفات، يعني الحديث أن إيران ستكون جزءا فاعلا من حلول الأزمات في المنطقة، هي إيران لا تعتبر نفسها يعني تثير الأزمات، بل العكس تماما. اليوم حتى تحدثوا بشكل رسمي قالوا من الذي يثير الأزمات في سوريا والعراق وأفغانستان واليمن غير الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني إذا كنا نتحدث عن التواجد العسكري الإيراني بصفة مستشارين في سوريا فهو مشروع وبطلب من الحكومة طيب. السورية، أما التواجد العسكري الأمريكي فهو ليس مشروعا. مسؤول إيراني قال إن الولايات المتحدة تريد الضغط على إيران للإذعان وقبول مطالبها غير المشروعة. نتابع أبرز المطالب الأمريكية من إيران التي أعلنها بومبيو اليوم. سيد الشرقاوي، بومبيو أكد على ضرورة وجود تحالف كبير للضغط على إيران، كيف يمكن أن يتحقق ذلك في ظل الاتحاد الأوروبي وروسيا اللتان يعني ترفضان الموقف الأمريكي من الاتفاق النووي وانسحاب الولايات المتحدة منه؟ يبدو أن تصريح بومبيو اليوم ينم عن حقيقة مزعجة للغاية. يبدو أن ترامب والبيت الأبيض يعيشون في بالون منعزل عن واقع العلاقات الدولية، وأن بومبيو نفسه
لم يقرأ بعد ولم يتأمل بعد طبيعة الرد الأوروبي، لأنه الآن هناك نوع من الانشطارية في العلاقة بين ضفتي الأطلسي بسبب هذا الانسحاب من الاتفاق النووي. هناك معركة اقتصادية يعلنها ترامب ولا يريد أن يستمع إلى الشركاء الأوروبيين، فإذا هو الآن يتحدث عن حلفاء تصبح عبارة حلفاء نوع من هذا التجريد السياسي الذي ربما يعني شيئا في ذهن ترامب لكن إنه لا يعني شيئا بالنسبة للعواصم الأوروبية. طيب، فأعتقد من منطق النزاعات ربما على المدى المتوسط. سيد محمد، يعني موقف الاتحاد الأوروبي منقسم بالحقيقة، ولم يستطع الاتحاد الأوروبي إلى حد الآن، وهذا ما يقوله الإيرانيون، بتقديم ضمانات حقيقية لبقاء إيران داخل الاتفاق النووي. الموقف الأوروبي خاصة بين الرباعي بريطانيا ألمانيا فرنسا وإيطاليا يتمسك بضرورة البقاء في هذا الاتفاق نظرا للاستثمارات المالية والتجارية الضخمة في السوق الإيرانية بعد الاتفاق في شهر 6 عام 2015. والآن لا ميركل ولا ماكرون ولا تيريزا ماي ولا أي من الزعماء الأوروبيين يريدون أن تضيع عليهم هذه الفرصة. لا تريد شركة توتال التي تستفيد الآن بصفقة ضخمة للتنقيب عن الغاز الطبيعي في السواحل الإيرانية أن تنهي عملها في غضون 3 أشهر. بنفس الوقت ما يعرف بدول أوروبا الشرقية فباختصار هناك ردة فعل قوية لديه في أوروبا موقف أقل تشددا من انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي. دكتور محمد، اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تهدد بفرض المزيد من العقوبات، ما الأدوات التي تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل فرض هذه الشروط على إيران؟ هي أساسا المصارف الأوروبية وغير الأوروبية التي تتعامل مع المصارف الإيرانية، فوزارة المالية ووزير مونشن هم الآن من يحملون هذا السيف الذي يقطع أي تعامل ممكن إذا تورطت أو إذا مضت أي من هذه المصارف في التعامل مع إيران. بمعنى آخر الآن ترامب ومونشن يضعون العالم أمام خيارين، نحن شرطي الحركة الاقتصادية، نحن نقول من يمر إلى بنوكنا إذا كان لا يتعامل أبدا مع إيران، فتصبح المعركة مضاعفة، هي معركة مباشرة مع إيران ومعركة تجارية غير مباشرة مع الأوروبيين. وأنا من الذين يعتقدون وكتبت عن هذا في هذا الموضوع، لا أستبعد أنه بعد 5-6-7 أشهر من الآن يعود ترامب لمغازلة طهران بإمكانية إبرام اتفاق تجاري جديد يحول دون خسارة هذه السوق، لأن ترامب منذ البداية لم يتقبل فكرة أن شركة الإيرباص الأوروبية مثلا هي التي تستولي على نصيب الأسد من طيب. إعادة أو من تحديث الأسطول طيب. الجو الإيراني بدل من البوينغ يعني الأمريكية. هو الآن عنده سريع. هذا الحنق اليوم من أن فوائد الاتفاق تذهب إلى أوروبا وليس إلى الولايات المتحدة. اليوم هناك مجموعة من الحلفاء ومنهم المملكة العربية السعودية التي ذكرها بومبيو أكثر من مرة، الإمارات ذكرها أكثر من مرة، إسرائيل بومبيو ذكرها، كلها تعتبر بأن إيران هي العدو الأساسي لها. هل يستطيع ترامب أن يتملص من كل هؤلاء باختصار؟ أعتقد أن مسألة العدو هذه عبارة تتوقف على ماذا نعنيه بها. هل هناك خطر وجودي على السعودية الآن من إيران؟ وأنا لا أدافع عن أي من الدول، أنا أتحدث بمنطق النزاعات. هل هناك خطر اقتصادي على السوق في الإمارات؟ هل بمعنى آخر ينبغي إذا كنا نقبل السردية التي يلوح بها ترامب وبومبيو ومنشن، ينبغي أيضا أن نحلل معناها، وهل هي سردية موضوعية أم ربما هي من قبيل سرديات العدائية أحيانا المفتعلة؟ لأن ما يفعله ترامب الآن هو أنه يستخدم إيران كفزاعة للدول أمام الدول الخليجية، وما كما لاحظنا في الأشهر 7-8 الماضية انفتحت الأسواق الأمريكية لتصدير صفقات الأسلحة إلى هذه الدول. شكرا لك دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية النزاعات الدولية في